السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. في الأول لازم نصلي على حبيبنا ورسولنا محمد، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معانا رسيفر الصيني زي ما حضراتكم شايفين، وهنقول على أسهل عيبين ممكن تقابلوك وبدل ما تروح لأي فني ممكن تعملهم بنفسك. أول عيب طبعا إن هو الرسيفر يكون قطع باور خالص، أو يكون جايب لمبة حمراء، أو واقف على كلمة بوت، أو بيتأخر انه يشتغل. يعني ما كان بتحطه في الكهرباء مثلا لمدة 10 دقايق او 5 دقايق لما الرسيفر يقوم. طيب في الحالة هنعمل ايه؟ هناخد مشكلة مشكلة. اول مشكلة مشكلة الباور اللي هو ما بيشتغلش، يعني معانا الرسيفر زي ده كده لما نحطه في الكهرباء، بسم الله، الرسيفر ما بيجيبش اي حاجة، وممكن يجيب لك كلمة بوت، ممكن يجيب لك لمبة حمراء، لمبة خضراء، اي حاجة. طيب احنا اول حاجة بنعملها بنفتح الرسيفر زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنبص على دايرة الباور، دايرة الباور اللي هي دي. اول حاجة بنبص على المكثفات. طبعا انا كواحد مبتدئ مثلا ممكن ما يكونش عندي افوميتر او اي حاجة وعاوز اصلحه او عاوز اتعلم فيه بمعنى اصح، هعمل ايه؟ اول حاجة هبص على المكثفات دي. نقرب كده الصورة. اول حاجة هنبص على المكثفات دي اللي حضراتكم شايفينها دي. طيب احنا اول ما بصينا كده لاحظنا ايه؟ لاحظنا ان كل المكثفات مظبوطة من فوق، اهيت مستوية من فوق، الا مكثف واحد منفوخ اهوت او منفخ. يا رب بس يكون ظاهر اهوت المكثف منفخ. في الحالة المكثف منفخ كده اعرف على طول ان العيب من المكثف ده. فهنعمل ايه في الحالة ديت؟ هنفك بس كده دايرة الباور. بالشكل ده كده. وكل اللي احنا هنعمله هنمسك المكثف كده، هنلاقيه طبعا له رجلين من تحت بالكاوية، هنسخن على الرجول هنلاقي المكثف طلع معانا. طبعا المكثف سهل في تركيبه، لكن اهم حاجة تاخد بالك من الرجل الموجب والرجل السالب. وطبعا هوريك دلوقتي ازاي تعرف الرجل الموجب والرجل السالب بالشكل ده كده. طيب المكثف زي ما حضراتكم شايفين، ادي المكثف اهوت، نشوف مكتوب عليه. مكتوب على المكثف 1010، يعني ما اعرفش هي ظاهره ولا لا، اهيت مكتوب عليه 1010، 1000 مايكرو 10 فولت، يبقى المكثف ده 1000 على 10. طيب كل اللي احنا هنعمله هنجيب هنروح لاي محل قطع غيار ونقول له الراجل عاوز مكثف زي ده، او اقول له انا عاوز مكثف 1000 على 10 او 1000 على 16 او 1000 على 25. ومعلومه في الحته ديت، قيمه المكثف قيمه المايكرو تكون ثابته، لو عليت من قيمه الفولت مفيش مشكله. يعني اهم حاجه يكون 1000، لو جبت الفولت 10 فولت 16 فولت 25 فولت 50 فولت هيشتغل. طيب احنا دلوقتي هنوسع مكان الرجول كده، او ننظف مكان الرجول، وهنجيب المكثف اللي احنا قلنا عليه الجديد، المكثف الجديد اللي معانا 1000 على 16، معرفش برضك هو واضح ولا ايه، ما هو 1000 على 16. طيب انا هعرف الرجل الموجب ورجل السالب من المكثف ازاي؟ احيانا المكثف بيجي رجل طويلة ورجل قصيرة، الرجل القصيرة هي الرجل السالب والرجل الطويلة هي الرجل الموجب، وبيكون اتجاه الرجل السالب في علامة او خط كده باللون الذهبي او باللون الابيض. يبقى انا كده عرفت ان الارضي هو اتجاه اللون الخط الابيض او الخط الفضي او الخط الذهبي اللي موجود في المكثف او الرجل القصيره. طيب انا هعرفها في البورده ازاي، او في دايره الباور ازاي؟ لو جيت قلبت دايره الباور كده، ونيجي نقرب بس شويه كده، هلاقي عندي في الفتحتين اهمت، في هنلاقي فتحه عليها خطوط بيضاء وفتحه ما لهاش حاجه. الفتحه اللي عليها الخطوط البيضاء هي الرجل السالب، هي الرجل القصيره، او الرجل اللي قصادها الشرطه او العلامه اللي انتم شايفينها ديت كده. يبقى هنركب المكثف بالاتجاه اللي احنا قلنا عليه بالشكل ده كده. انا كده ركبت المكثف مكانه اهو، هسيبه كده؟ لا، همسك المكثف كده وهسخن عليه بالكاويه. امسك اول رجل بس كده. طيب بعد ما سكت، بعد ما المكثف سيبت مكانه بشويه، بجيب الازير. طبعا اي حد غاوي مجال الالكترونيات
بيكون عنده كاوية وأزير. هنزود أزير على الرجول كده، ما نزودش قوي، ويكون منظر اللحام بشكل كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي اللحام اكنه لحام مصنع زي ما حضراتكم شايفين. طيب احنا كده فاضل ان احنا نعمل ايه؟ فاضل ان احنا نجرب. طيب في سؤال في الحته ديت، افرض انا ما لقيتش المكثف منفخ بالطريقه ديت، افرض انا ما لقيتش المكثف منفخ بالطريقه ديت، لقيته مستوي، لقيت كل المكثفات مستويه، بمسك الكاويه وبمشي على كل مكثف شويه، بسخن كده على كل مكثف، بحط الكاويه بالمنظر ده كده، وبحط الكاويه بالمنظر ده كده، نبعد بس الصوره شويه كده، بمسك مكثف مكثف وبالكاويه بسخن عليه، والفيشه في الكهرباء يعني بوصل الريسيفر في الكهرباء وبسخن على كل مكثف. المكثف اللي انا بسخن عليه والريسيفر يشتغل، يبقى هو المكثف ده اللي بايظ وانا بغيره. يا رب بس الناس تكون فاهمه، او تكون فاهمه قصدي يعني. قبل ما نجرب هنربط مسامير دايره الباور عشان طبعا ما نعملش قفله بالشكل ده كده. زي ما حضراتكم شايفين كده، ادي ادي الرسيفر. فاضل بقى ان احنا نجرب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضراتكم شايفين ادي الرسيفر اشتغل اهوت، كتب جاب اللمبه الحمراء وكتب اون، هيظهر الارقام دلوقتي، معرفش هي ظاهرة. عادي الأرقام ظهرت قصادكم اهيت، معرفش هي ظاهرة بس في التصوير، لا إن شاء الله تكون ظاهرة زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى كده الريسيفر اشتغل. طيب احنا كده خلصنا مشكلة الباور، فاضل عندي المشكلة احنا قلنا عليها إن مثلا مفيش إشارة أو في قنوات فاصلة وقنوات شغالة، والمشكلة بتظهر كتير قوي في الريسيفرات الصيني اللي بالشكل ده. لما أجي أبص على الدايرة التانية هلاقي عندي ترانزستورين صغيرين هما، هنلاقي مكتوب عليهم 85 50، 85 50 او 8550، دول هم المسؤولين عن الاشاره. طيب دول بيضربوا من ايه او ايه سبب ان هم بيبوظوا؟ بيكون في قفله في السلك مثلا بتاع الدش، بتلاقي دول محمصين او ضاربين. يعني انت لو فتحت الريسيفر وهو قطع اشاره ولقيت الترانزستورين دول ضاربين وفي قنوات شغاله وقنوات لا، او القنوات كلها مش شغاله وكتب لك على الشاشه لا توجد اشاره، يبقى انت تغير الاثنين دول هتلاقي الريسيفر اشتغل معاك. يبقى احنا كده لمينا مشاكل الريسيفر الصيني في فيديو واحد. اول حاجه لو المشاكل في دايره الباور هبص على المكثفات، ولو ما لقيتش في حاجه بايظه او ضربه بالمنظر احنا قلنا اللي احنا شفناه، بمسك الكاويه بالمنظر ده كده وبسخن على كل مكثف والفيشه في الكهرباء بتاعت الريسيفر. اول ما الريسيفر يشتغل وانا واقف على المكثف، يبقى المكثف ده هو اللي بايظ. وبالنسبه لعيب الاشاره، في ترانزستورين صغيرين اهمت، هتلاقي مكتوب عليهم 85 50، هتلاقي 2 أو 3 على حسب نوع الريسيفر. اللي تلاقيه ضارب بتغيره وبتلاقي الريسيفر اشتغل معاك. اتمنى الكل يكون استفاد من الفيديو، واتمنى الكل يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.